أهلا بكم. دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بتوقعه مستقبلا مظلما لاقتصاد العراق بسبب ارتفاع النفقات وانخفاض أسعار وإنتاج النفط. تقرير صندوق النقد الدولي واقعي ويشير إلى انكماش الاقتصاد العراقي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. الانكماش يأتي بسبب انخفاض إنتاج النفط وانخفاض الصادرات وانخفاض أسعار النفط، وهذا انعكس بشكل سلبي على معدل النمو الاقتصادي. العراق على حافة الخطر الاقتصادي، وبمجرد انخفاض أسعار النفط سوف يعجز العراق حتى عن دفع رواتب الموظفين، خصوصا وأنه ليس لديه مصدر آخر غير النفط، حتى أنه لا يملك صندوقا سياديا يمكن اللجوء إليه عند انهيار أو انخفاض أسعار النفط. موازنة العام الجاري تضمنت أعباء عامة كبيرة جدا من خلال زيادة أعداد الموظفين ورواتب الرعاية الاجتماعية واستيراد الغاز والكهرباء. هذه الأعباء كلفها المالية أكثر بكثير من عائدات النفط المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وهذا يؤكد وجود خطر اقتصادي حقيقي.